يواجه المنتخب البلجيكي منتخب سلوفاكيا في الجولة الأولى من كأس أمم أوروبا لكي تشاهد معنا المباراة معرفة الضغط على زر لايك والإشتراك بالقناة وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى للمباراة ملعب فرانكفورت أرينا في جامع الساعة الخامسة مساء بكل من توقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساء بتوقيت قطر والسعودية والإمارات وسوف تنقل المباراة عبر قناة بين سبورت ماكس وحيد والفوركي تجدون البث في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاص سترز على الكل لكي يتوصل دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضرب لكم مواعيد في قادم